بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحدث الدولي الكبير المعرض العالمي للاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات 2017 الذي يجمع بين الخبراء والشخصيات المؤثرة من الحكومة والقطاعات المختلفة في أجواء من التواصل والحوار الهادف إلى استكشاف آفاق التعاون وعقد الشراكات ومناقشة الأفكار التي تسهم في صناعة مستقبل مشرق لأجيالنا وللبشرية جمعاء كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى حكومة جمهورية كوريا الجنوبية لاستضافتها للمعرض العالمي للاتصالات 2017 في مدينة بوسان الجميلة والتي ليست بغريبة على الكثير منا حيث استضافت مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2014 بكل نجاح كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة إلى جارتنا الشقيقة المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بمناسبة يومها الوطني 87 متمنيا لهم دوام العز والمجد الحضور الكريم وكما تبين أدبيات فعالياتكم العالمية هذه فإن أهمية مثل هذه المناسبات تكمن في أننا جميعاً تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات نتشاطر الفهم والإدراك لطبيعة المهام والتحديات التي تواجه البشرية بوجه عام ومجتمعاتنا بالأخص في هذا المجال الحيوي نحن هنا لاستكشاف آفاق عالم المستقبل بما يبتاز به من تفاعل بين التقنيات الذكية والأفكار الذكية والأفراد الأذكياء بهدف تحقيق السعادة ورسم معالم العالم الأفضل الذي تسوده التنمية والمحبة والسلام ولما كانت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم العناصر الداعمة للابتكار والتنمية فإننا محظوظون لكوننا جزءاً من الاتحاد الدولي للاتصالات هذه المنظمة العالمية العريقة ذات السمعة الراسخة التي أثبتت أنها منصة لصنع الرخاء باعتباره عنصراً موحداً لجميع البشر وكما تعلمون فأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف العام القادم إن شاء الله أهم مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات وهو مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 ويسعدني أن أدعوكم جميعاً من المدينة التي احتضنت المؤتمر في عام 2014 للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الكبير والذي سيعقد بمدينة دبي خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 16 من نوفمبر كما يسعدني أن أعلن بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع لإعادة الترشح لمقعد في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وكذلك في لجنة لوائح الراديو السيدات والسادة لقد جئتكم من دولة الإمارات العربية المتحدة البلد الذي تؤمن قيادته الرشيدة إيماناً راسخاً بقدرات شعبها على صناعة الحاضر الزاهر والمستقبل المشرق وقد أثبتت مسيرة نصف قرن من اتحادنا العتيد أن هذا الرهان قد أتى ثماره المنشودة وهذا ما يتبدى للعيان من خلال الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع وقد عبر رئيس وزرائنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن ذلك في كتابه ومضات من فكر عن ذلك بعبارات واضحة بالقول أن المستقبل لا ينتظر المترددين وإننا كلما أنجزنا أكثر أصبحنا أكثر إدراكاً بحاجتنا للمزيد من الإنجاز إنها قاعدة بسيطة ولكنها تمثل تكثيفاً لمعان عميقة فكلما أنجزنا أكثر ازددنا إدراكاً بأن علينا العمل لتحقيق المزيد من الإنجاز ومن دواعي الفخر أن هذه المقولة تلخص مسيرة دولة الإمارات وتسلط الضوء على واحد من أهم أسرار تلك المسيرة لقد وضعت حكومة دولة الإمارات لنفسها هدفاً واضحاً يتمثل في تحقيق السعادة والرخاء لمواطنيها والمقيمين على أرضها مع مراعاة مقتضيات الشمولية وإلى اهتمام كبير لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب مما جعل هاتين الفئتين أكبر المساهمين في نمو مجتمعنا وتطوره على
امتداد العقود الماضية. وكما تعلمون فإن حكومتنا الرشيدة تضم وزارة للشباب وأخرى للسعادة وثالثة للتسامح، ونحن نفخر بأن ثلث مجلس وزرائنا مكون من النساء ويضم أصغر وزيرة في العالم. إن أكثر ما يميز العصر الذي نعيش فيه هو سرعة التطور والتغير في كل الميادين، وفي مقدمتها التطورات التكنولوجية، الأمر الذي يجعل من استشراف المستقبل حاجة ماسة للتخطيط للمشاريع التنموية. وانسجاماً مع هذه الحقائق، أعلن مجلس وزرائنا الموقر عن إطلاق اجتماعات سنوية تشارك فيها الجهات الحكومية جميعاً لصياغة تصور المستقبل في 50 سنة المقبلة ضمن مصطلحة على تسميته برؤية مئوية الإمارات 2071. بينما أقف أمامكم اليوم، فإن زملائي يجتمعون مع أعلى المستويات القيادية في الدولة للإعداد لتلك الخطة التي نعتبرها واحداً من محاورنا الرئيسية للاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، ومن المسارات الرئيسية التي تجري مناقشتها في تلك الاجتماعات مستقبل الخدمات الحكومية في ظل التحولات الكبرى نحو الحكومة الرقمية والمدن الذكية. ولا يخفى عليكم فإن عملية التحول الرقمي بأكملها تتحور حول مفهوم البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة. وبحسب مؤسسة غارتنر، فإن حكومة المستقبل الرقمية هي الحكومة التي صممت وجرى تشغيلها بحيث تستفيد من البيانات الرقمية في عملية تطوير وتحسين الخدمات الحكومية. وفي مرحلة ما، فإن الحكومة الرقمية ستعتمد اعتماداً مكثفاً على الذكاء الاصطناعي الذي سيكون بمقدوره التعرف إلى الأنماط وتحليل البيانات بما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة لمصلحة الإنسان. ولذلك فإن الاتجاه نحو المدن الذكية هو انتقال من إنترنت الإنسان إلى إنترنت الأشياء، حيث تتدفق البيانات في انسيابية تشبه انسيابية الهواء نفسه وفي كل الاتجاهات وعبر ملايين الأجهزة والآلات والأدوات، مما يخلق حالة غير مسبوقة من الاتصالات. ولعل تخيل ذلك الوضع يجعلنا أكثر قناعة بالأهمية الاستثنائية التي سيتمتع بها قطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة. ونحن في دولة الإمارات نحرص على التحلي باليقظة والترقب أزاء الاتجاهات الجديدة والتحولات الكبرى في هذا المجال، آخذين بعين الاعتبار أهمية العمل لترسيخ مفاهيم الاقتصاد القائم على المعرفة الرقمية، الاقتصاد الذي يعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة. وقد وجهت قيادتنا الرشيدة بكل حزم ووضوح بأن علينا الاستعداد لليوم الذي يتم فيه تصدير آخر برميل من النفط، وهذا ما نقوم به في هذه الأيام، إذ نعمل على قدم وساق لكي يكون وداعنا لعصر النفط فاتحة لعصر جديد نعتمد فيه على عناصر أخرى، من بينها الحلول والآفاق التي تنبثق من عصر البيانات الضخمة، تلك التي يحلو للبعض تسميتها بالنفط الجديد للقرن 21. وإني على ثقة تامة بأن مناقشات هذا المؤتمر سينبثق عنها فهم أعمق لما ستفعله كل دولة ومنظمة للانتقال للمستوى التالي من التقدم نحو العالم الذكي الذي نصبو إليه جميعاً كحلم ورؤية. أتمنى لحضراتكم كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.